ستة أشهر منذ أن بدأت الثورة الليبية تشق طريقها نحو إزاحة القذافي من حكم هيمن عليه لعقود. ها هم الثوار اليوم يرفعون رايات النصر من قلب الحصن الأخير للعقيد وأبنائه، العاصمة طرابلس. شعور بالنصر يغمر الثوار جاء بثمن باهظ، آلاف الأرواح والجرحى والمفقودين. ثمن غالي دفعه الليبيون من أجل حرية حلموا بها ليل نهار. مدارس مغلقة، مصانع متوقفة، وتدفق جماعي للشباب نحو جبهات مفتوحة ضد قوات القذافي. قتال من أجل الحرية، وحسب أرقام المجلس الانتقالي خلف أكثر من 25 ألف قتيل مع 70 ألف جريح، وما يقارب 5000 مفقود، وآلاف اللاجئين على الحدود الليبية مع تونس ومصر. هذا هي اللحظة التاريخية اللي ننتظر فيها، وهذا هو العزاء الذي نتقدمه لشهدائنا. يبقى العزاء الوحيد للأمهات الثكلى والآباء المقهورين هو أن يروا بلادهم تتحرر شيئا فشيئا من نظام عتيق عنيد، وأن يشهدوا عاصمتهم تنزلق من قبضة حاكم مستبد يأبى الرضوخ لإرادة شعبه التواق لنسائم الحرية والديمقراطية. وللحديث مشاهدين عن هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان المحاضر الجامعي وائل خير. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ وائل. يعني مثل ما سمعنا عشرات الألاف من الجرحى، من القتلى، من المفقودين، كمان طبعا أيتام وأمهات ثكلى. اليوم من يتحمل المسؤولية ومن هي الجهة التي تتولى المحاسبة؟ القانون الدولي يوضح بشكل جلي قضايا المسؤولية. فعند حصول جرائم إبادات جماعية أو اعتداء على المدنيين يسأل الذين أصدروا الأوامر كما يسأل المنفذون. هلا ومن المبادئ الواضحة في القانون الدولي لا يمكن التذرع بمقولة إني كنت أنفذ الأوامر. فبمعنى آخر جميع من أطلق النار سواء أعطى الأمر، نظم العملية أم قام بإطلاق النار هو مسؤول. هذا هو الوصف العام. نعم. هلا أمام من يكون مسؤولا؟ بالدرجة الأولى يكون مسؤولا أمام المحاكم المحلية. نعم. لأن القانون الدولي المحاكم الدولية هي محاكم تكميلية تكمل. نعم. وليست أصيلة، لأن في عنا مبدأ سيادة الدول. ولكن لحسن الحظ الاتجاهات اليوم لتعزيز مكانة المحاكم الدولية، لأن المحكمة المحلية يرفع حق النظر فيها بحالتين: إن كانت غير قادرة على النظر أم غير مستعدة للنظر، عندها ترتفع رأسا المحكمة الدولية. نعم. نعم. طب استاذ وائل، يعني اليوم في حال تم القبض على معمر القذافي، يعني من هي الجهة التي تحاكم؟ هل يحاكم بليبيا مثل ما صار بمثل الموديل او النموذج المصري، ام في محاكم دولية بتكون مسؤولة؟ لا، اعود الى الجواب الاول. نعم. من حيث الصلاحية هي امام المحاكم المحلية وامام محكمة الجزاء الدولية. هلا من يقرر؟ هنا ناخذ بعين الاعتبار عدد كبير من الاعتبارات. مثلا بمصر قرروا القضاء المصري. باماكن اخرى ينظرون الى القضاء الدولي. نعم. اذا سالتيني انا اين من افضل من الاثنين، من دون تردد اقول القضاء الدولي يولي ضمانات من حيث مكانه القضاء، من حيث سلطة القضاة، من حيث دقة التحقيق، حتى من حيث ضمانات حماية والدفاع عن المتهم. نعم. نجدها مضمونة أكثر في القضاء الدولي من القضاء المحلي. نعم. طب يعني مجموعة كبيرة من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان قامت بها يعني كتائب القذافي، قد بدنا وقت لتوثيق هذه الانتهاكات؟ طبعاً هذا سؤال جليل وفي محله. يشتكي الكثير من بطء إجراءات والأوقات التي تأخذها المحكمة الدولية حتى إصدار الحكم النهائي، لدرجة أن بعض المتهمين ماتوا أثناء التوقيت قبل أن يصدر الحكم. ميلوسوفيتش مثلاً.
ولكن هذا لا يعود السبب فيه إلى تلكؤ أو إلى كسل أو إلى بيروقراطية، بالعكس السبب هو محل ثناء، لأن السبب يعود إلى دقة الإجراءات. لو أرادوا أن يسرعوا في الأمور لانتهينا بما يجري في الدول الدكتاتورية، تأخذ المحكمة دقائق وثواني. أما في أصول المحاكمة أمام محكمة الجزاء الدولية هناك مراحل، القضاء قاضي التحقيق ثم قاضي الإجراءات التمهيدية الذي ينظر فيما حصل عليه قاضي التحقيق، فإن أقره يرفع إلى المحكمة. وعندك بعدين طبعا نحن نعرفها من تجارب لبنان، القضية تأخذ عدد كبير من التمحيص والدراسة الدقيقة قبل صدور قاضي التحقيق وقاضي الإجراءات التمهيدية. فمما يشكى منه هو الوقت، ولكن الوقت يعود إلى قضايا أنا شخصيا أقدرها. نعم. طيب يعني اليوم يعني استاذ قديه بدنا وقت بليبيا لبناء مؤسسات حقوق الإنسان، يعني المجتمع المدني؟ يعني نحن هلأ فترة انتقالية صعبة جدا من ديكتاتورية ما بنعرف لوين بدنا نروح. اليوم يعني مثلا شو دور المجلس الانتقالي الليبي فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ خليني بلش بالمجلس الانتقالي. كما يدل الاسم هو مجلس انتقالي لفترة انتقالية. نعم. لفترة. هلا ما يثير التساؤل وربما القلق هو المرحلة ما بعد القذافي. نعم. لأسباب موضوعية. السبب الموضوعي هو من مساوئ الأنظمة السلطوية الدكتاتورية إنها لا تهيئ بدائل، خلافا للأنظمة الديمقراطية. نعم. النظام الديمقراطي عندك معارضة تمارس مسؤولية الحكم كحكومة ظل. بالنظام القمعي كل إمكانية قيام أي بديل يقمع بشدة ودون أي رحمة. إذا عدنا إلى النموذج الليبي، عندنا 42 سنة من حكم القذافي. لا. إذا أخذنا أنه مجتمع يعني صغير في السن، بمعنى أنه أكثر من نصف السكان عمرهم أقل من 18 سنة، بتضيف إلى من هم تحت سن 42، ثم علينا أن نضيف 7 سنوات قبل أن يستكمل الإنسان ذكريات متكاملة. نتكلم عن من هم عمرهم 50 سنة. نعم. يعني على الأقل 80% من سكان ليبيا لا ذكر لهم إلا بالطغيان والديكتاتورية وانتهاكات حقوق الإنسان والقبع. فعملية صعبة جدا وتأخذ طبعا فترة طويلة حتى يأتي جيل، ومن هذا الجيل يمكن لنا أن نبدأ أن نتأمل في إرساء أسس لنظام أمثل نظام ديمقراطي. نعم. يقوم على حقوق الإنسان. نعم. أنا بدي أتشكر جدا كل هالمعلومات اللي عطيتنا إياها. أكيد بيكون لقاءات أخرى معك المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان المحاضر الجامعي والخير. أهلا وسهلا فيك معنا. شكرا. في اليوم.